الأخ محمد الحمد لله رب العالمين، كنا إن شاء الله للشهادة، وأربعة أشهر دخل ضد داعش، حارب داعش، والحمد لله وإن شاء الله انتصرنا على داعش وماني متندمة، والحمد لله رب العالمين الحمد لله. وعنده سلف ولاد الكبير سلطان وبدر الدين، وأصغر بعد ما استشهد جاء ولد اسمه عمر، والكبير ابنه أخرس ما يسمع. الحمد لله رب العالمين، والله نحن متندمين، وإن شاء الله كنا للشهادة وبسلامة الشباب الطيبين، والحمد لله بسلامة الشباب، والحمد لله والله يعطيكم العافية. تحرير الطبقة، بذكر تحرير الطبقة، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وسوريا بخير والوطن بخير والاسلام كلها بخير يا رب. احنا والله ما مدفون هو مع الشهداء بالطبقه هنا، مو برت الشهداء، والله يرحمه ويجعل مسكان الشهداء كلهم، الله يرحمهم ان شاء الله، والله ينصرهم ان شاء الله يا رب. والله يا ابني هني الطبقه والرقه الشباب كليتهم والاهالي من تحرير داعش، وان شاء الله انتصرنا يا ربي.